السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اخباركم ايه؟ انا جايبة لكم النهاردة فيديو عن طرق تعطير البيت وافضلها من وجهة نظري. انا مقسمة الطرق دي الى 3 اقسام. اول قسم تعطير الجو او الهواء، تاني حاجة تعطير المفروشات، وتالت حاجة تعطير الارض. هنبتدي بتعطير الهواء اول حاجة. اول حاجة معانا هي الفواحة الكهربائية زي ما انتم شايفينها، اللي بنحط فيها مية ونحط فيها قطرات من اي زيت عطر انت بتحبيه. هي مميزاتها انها اولا شكلها حلو واشكال منها كتير في السوق حسب ديكور بيتك. تاني حاجة انها سهلة الاستخدام وبتنشر الريحة كويس او في البيت، وخصوصا لو انت مستخدمة زيت عطري كويس. وتالت حاجة انها بتقعد مدة طويلة، يعني اولا ممكن تظبطيها مثلا على 2 ساعة او 4 او 6، او حتى تسيبيها لغاية ما تطفيها انت بنفسك. هي عيوبها انها غالية شوية، والزيوت العطرية بتاعتها كمان غالية شوية، ده العيب الوحيد فيها. بس ممكن تستغني عنها في بديل ارخص، هي الفواح الورا دي اللي بنحط فيها الشمعة الصغيرة دي من تحت وبنحط فيها اي زيت عطري فوق. هي عيبها انها ما بتقعدش مدة طويلة زي التانية، علشان طبعا بتبقى مؤقتة بوقت الشمعة، بس تعتبر بديل ارخص للفواحة دي اللي مش متوفرة عنده او ما يقدرش يجيبها. تاني حاجة هي الشموع المعطرة دي، برضو من الحاجات اللي بتنشر ريحة كويس قوي في البيت، بس طبعا بضطر تحرصي برضو تجيبي نوع كويس، عشان يعني في انواع كتيرة رخيصة ما بتعملش الريحة زي ما انت متخيلة. هي عيوبها برضو انها غالية شوية، بس بتبقى ظريفة وخصوصا لو في مناسبة او بتعمل جو كويس. تالت حاجة هي السبراي ده، طبعا كلنا عارفينه، انا بحبه وبستخدمه كتير، بس هو عيبه برضو انه ما بيقعدش مدة طويلة. بس ممكن في بديل عنه، هو الايرويك ده بنحط برضو فيه سبراي من جوه وبتظبطيه، يعني السبراي هو بتشتريه مخصوص وبتظبطيها، مثلا بتبقى كل 10 دقايق ترش رشة، او كل نص ساعة حسب اللي انت عايزاه، او حسب لو عندك ضيوف ممكن تحطيها في الحمام، تحطيها في حجرة المعيشة. دي بالنسبة لي البديل الاحسن لدي، هي طبعا برضو اغلى شوية بس بديل احسن، على اساس ان الريحة بتفضل موجودة على طول في البيت. رابع حاجة معانا في تعطير الجو هي البخور، طبعا كلنا عارفينه، غني عن التعريف. يعني في منه البخور اللي بيبقى على الفحم او في المبخرة الكهربائية زي دي، او العيدان طبعا زي ما احنا عارفين. طبعا ممتاز ويعني افضل الطرق او اقدمها، وطبعا يعني معظم الناس بتحبها وبتفضلها، وبرضو تعتبر يعني من الطرق اللي طبعا فيها الغالي وفيها الرخيص، بس يعني تعتبر من الطرق اللي ممكن في تناول ايدي ناس كتير، وخصوصا عيدان مثلا مش غالية قوي، او يعني في انواع طبعا غالية بس يعني تعتبر في متناول الجميع. اخر حاجة في تعطير الجو هي التعطيرات دي، اللي هي يعني غالبا بتستخدم للعربيات، بس انا شايفاها كويسة جدا في الحمامات، يعني مثلا دي بتدي ريحة كويسة جدا في حمام. يعني هي تعتبر رخيصة، ميزتها انها رخيصة، انا مش عارفة صراحة متوفرة في كل البلاد ولا لا. هي في منها دي اللي زي جوه كده، زي حاجة شبه الصابونة شوية، وهنا بيبقى زي الليكويد الورا دي. انا شايفاها كويسة جدا في البيت، ان ممكن تحطيها في الحمامات، وخصوصا لو حمام صغير، بتنشر الريحة كويسة او بتفضل موجودة مدة طويلة جدا، وتعتبر من الوسائل الرخيصة، يعني على الاقل هنا في امريكا يعني رخيصة، ممكن تعتبر بدولار او دولار شوية، بتقعد مدة طويلة قوي. هنتنقل بقى لتعطير المفروشات. اول حاجة طبعا سبراي لتعطير المفروشات، في متوفر طبعا انواع كتيرة، بترشيها دايركت على المفروشات، ما بتضرهاش ولا حاجه، سواء بقى يعني مخديات او خداديات مثلا في اوضه المعيشه او اي حاجه. وممكن تعملي وممكن لو عايزه تعطري المرتبه بتاعتك، ممكن بتحطي يعني برضو المرتبه تعتبر من المفروشات، ممكن تعملي فكره البيكنج صودا دي معاها قطرات من زيت عطري. يعني ممكن تجيبي مثلا كوباية بيكنج صودا وتحطي مثلا عليها 10 نقط من اي زيت عطري، وترشيها على المرتبة بتاعتك وتسيبيها مثلا كذا مثلا ساعة، وبعدين تيجي تشيليها بالمكنسة الكهربائية، وخلاص بتسحب اي ريحة مش كويسة في المرتبة، وفي نفس الوقت بتعطر المرتبة بريحة الزيت العطري ده. وبرضو فكرة تانية في تعطير المفروشات، لما بترشي على المفروشات من السبراي ده اللي قلنا عليه،
حاولي ترشي مثلا على الخداديات، ترشي على الستاير، وبعدها على طول شغلي اي نوع من انواع البخور عندك. البخور بطبيعته الدخان ده بيمسك في اي حاجه بتبقى ناديه شويه وفيها ناده شويه او فيها ميه شويه، فهتخلي ريحه البخور تستمر معاكي فتره طويله في البيت وتفضل المفروشات متعطره. تالت قسم هو تعطير الارض. هو في البودر ده بيبقى ريحته حلوه، بتباع يعني اعتقد في معظم الاماكن، بترشيه على الارض وبتسيبيه مثلا ربع ساعه، وبعدين تيجي تعملي بالفاكيوم عادي، فبتفضل ريحه في البيت يعني على الاقل هتفضل 24 ساعه اليوم اللي انت رشيتي فيها البودر ده. وبرده بديل ارخص عنه هو البيكنج صودا زي ما قلنا للمراتب. ممكن تعملي برده بيكنج صودا عليه زيوت عطريه وتحطيها برده على السجاد وتسحبيها بالفاكيوم، فبتدي نفس التاثير البودر ده تقريبا. والبودر ده ميزته انه برده يعتبر من يعني الانواع الرخيصه لتعطير الارض، في منه انواع كتيره، في ده يعني معمول مخصوص للموضوع ده للارض يعني ده يعتبر بيكنج صودا برده، بس هو مش بتاع الاكل مش العادي، هو عاملينه برده للتعطير الارض برضو. وممكن لو بقى عندك سيراميك عايزه تعطريه، ممكن تجيبي اي منظف ارضيات انت بتحبي ريحته، يعني اللي عندي ده بريحه اللافندر، بس طبعا تحرصي ان هو ما يكونش صابوني، يعني يكون من المنظفات الغير صابونيه اللي بتنفع تتساب في الارض عشان ما تغيرلكيش السيراميك. ممكن تعملي بيه تشطفي بيه اي اخر شطفه مثلا، حتى لو غسله السيراميك بالصابون ممكن بعدها تحطي منه غطا او ربع كوبايه على يعني على الميه وتمسحي بيها اخر مسحه، فبتفضل برضو الريحه في السيراميك مده طويله. اخر حاجه عايزه اتكلم عنها هي الانواع اللي انا الصراحه جربتها وما عجبتنيش في تعطير البيت. هي اول حاجه السوائل زي دي كده اللي بنحطها في الفواحات دي اللي مع العصيان دي. انا صراحه يعني بتجربتي انا ما عجبتنيش، ما بحس انها ما بتديش ريحه في البيت، يعني هي ممكن تكون شكل او ديكور اكتر منها تعطير. وتاني حاجه هي الشمع ده اللي بيبقى جامد ده، بتحطي منه قرص سواء بقى في فواحه كهربيه زي الخضره دي او هنا برضو اللي بالشمعة، هي المفروض بتسيح وبتدي ريحه كويسه، بس انا برضو بتجربتي ما عجبتنيش، ما بتديش ريحه قويه، ولازم يعني بتبقى الريحه ضعيفه قوي، لازم تبقي مقربه قوي عشان تشم الريحه. فالصراحه النوعين دول انا ما بنصحش بيهم، يعني تجربتي معاهم مش كويسه ومش هجربهم تاني. اخر حاجه بقى عايزه اقولها بالنسبه ان الفيديو عن التعطير، فكره بس بسيطه كده لتعطير الحمام. انت ممكن تجيبي اي ازازه ميه، يعني انا عندي ازازه ميه دي فاضيه هي نص لتر، ممكن تمليها اي مسحوق عندك سائل او جل، يعني ممكن بس يبقى رخيص شويه عشان يعني هتحطيه بتاع في السيفون هتعطري بيه الحمام، هتمليها بالسائل ده وتخرميها خرام بسيطه جدا، يعني ممكن بابره او بدبوس من فوق كام خرم كده، وسيبيها في السيفون، هي هتدي يعني ريحه حلوه كل ما تشد السيفون، وفي نفس الوقت هتوفر ميه برضو نص لتر كل الاستخدام. او ممكن لو مش عايزه تملي ازازه كبيره كده ممكن تجيبي الكياس، برضو بتتباع كياس مسحوق الجل ده اللي اي ريحه انت بتحبيها، جيبي الكيس زي ما هو اخرميه برضو خرام بسيطه كده بدبوس وحطيها في السيفون، برضو هيدي ريحه معاكي في الحمام حلوه كل ما بتستخدميه. وبرضو بيبقى كانه نوع من انواع النظافه، يعني مش هتضطري تنظفي الحمام مثلا كل يوم او التواليت كل يوم. بس دي الفكره انا قلت اقولها بالمره في الفيديو للتعطير. ويا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتي منه، ويا ريت لايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.